كنستنكروا هذا القرار ديال السيد الوالي اللي كيلغي القرار الاول وباش يلقى باش يجتهد ويلقى الحل باش نخرجوا من هذا المعزق من العيب وحشومه والعار، باش السائق يدير مخالفه يدخل نعاقبوا السياره اولا المستغل. فهذا لنا اللي كنطلبوا من جميع الهيئات، لا النقابيه ولا الجمعيه ولا حتى الولايه، كنطلبوا من خاصو يكون الحل، ماشي الحل وهو الفوريان، اولا الحل نعاقبوا السائق السياره، هذا ماشي حل. حنا دخلنا ل 2020 وباقيين رجعيين، باقيين كنتكلموا على 1963، حتى لين غنتغيروا، حتى لين الضرب ما مستعداش لهاد الحوايج. كنطلبوا من جميع الاقاليم اللي تابعه الجهه ديال الضرب تلغي القرار ديالها، وفي نفس الوقت كنطلبوا من السيد الوالي حتى هو يلغي القرار ديالو. هذا ماشي لصالح السائقين، هذا مشكل كبير دايرينه الناس اللي كيديروا الكاله، باغيين يستافدوا من الفلوس، والضحيه هو السائق، السائق غادي يبقى دائما ضحيه، لان السائق غير مكبوب عليه. قالوا لي عاود دير وقفه اكثر، يتم اللي ما عرفتش علاش داروا وقفه، داروا وقفه لصالح الكورتيه، ياخذ 2000 درهم 3000 درهم، فين غاديين بهذا الشيء؟ فكنطلبوا من الوالي هناك قرار ينفذ القرار الاولاني اللي هو ثاني الخطا الكبير اللي ارتكبته الولايه الجهه. اي قرار كينزل برضا جميع الهيئات النقابيه، ما يكونش قرار انفرادي من يد العامل الوالي والمشكل من يد الكاتب العام ديال الولايه. فهذا حشومه وعار وسب علينا حنا. من الواجب على السيد الوالي يعلم جميع النقابات ونريحوا في طاوله الحوار ونلقاو الحل. هذه وقفة احتجاجية خداوها بعض النقابات بما فيهم لجنة التنسيق الوطنية على أساس المشاكل اللي تعيشها السائق المهني وكذلك قطاع سيارات الأجرة، الصنف الأول والصنف الثاني. من بين هذه المشاكل كاين العقود النموذجية والعرفية، لأن احنا سنعرفوا جميع الإخوان اللي عندهم العقود العرفية سالات ما استفدوش من ذاك الدعم اللي عطات الدولة، شراوا الطنوبيلات من جيبهم. من جهه ثانيه العقد النموذجي اللي كنلاحظوا بعض الاخوان حتى هما سالوا لهم العقود وباقي ما بدلوش السيارات ديالهم، حتى هما غياخذوا الطوموبيلات من جيبهم. كذلك الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه اللي كنشوفوا جميع المهنيين ما عندهمش تغطيه صحيه وكذلك الضمان الاجتماعي، وكذلك السكن الاجتماعي والاقتصادي اللي تنشوفوا جل المهنيين باقيين كاريين بيوتها ب 1000 درهم و 1200 درهم تنطالبوا من الجهه المسؤوله عن الاسكان باش تحل الباب لهاد المهنيين يستافدوا من السكن الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك هذا القرار المجحف للمهنيين وكذلك لهذا القطاع اللي كان طلبوه بعض الاخوان وتنفذ هذا القرار في مدينه الدار البيضاء، حنا تنطالبوا من الجهات المسؤوله باش هذا القرار يدار ليه تعليق على الصعيد الوطني، ماشي في مدينه الدار البيضاء بوحدها، ولكن يدار تعليق لهذا القرار ديال الشهر على الصعيد الوطني في جميع المدن المغربيه. وحنا سنطالبوا بتوسيع الجهه اللي هي ولايه جهه الدار البيضاء 6، تكون واحد التوسيع ديال الجهه بالنسبه للتاكسيات كبار. اي تاكسي يمشي شي مدينه يشد النوبه ديالو يعمر، وحتى ذاك التاكسي اللي جا من شي مدينه للدار البيضاء حتى هو يشد النوبه في الدار البيضاء يعمر. اذا تكون واحد التوسيعه ديال الجهه، هذا هو اللي خصو يكون في ولايه جهه الدار البيضاء، ماشي نقلبوا على القرار ديال شهر ونهار باش نعدموا المهنيين ونعدموا المستغلين ونعدموا كذلك السيارات الاجره. فلهذا تنطالبوا وكناديوا من جهات المسؤوله تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وتفك المشاكل مع المهنيين، لان هذا الشيء ما بقاش كيبشر بالخير. انه واحد المجموعه كتطلب بالقرار وواحد المجموعه كتطلب الغاء القرار، وما عرفناش كيفاش غادي يمشي هذا الشيء. وكنتمناو جهات المسؤوله بما فيهم ولايه الجهه والي الجهه والناس المسؤولين ديال الداخليه ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويفكوا المشاكل للمهنيين. فتحيه للجميع والسلام عليكم. وهذا قرار اللي تاخذوا السيد الوالي فهو اجحاف في طريق في حق كاع السائقين ديال الولايه، كاع السائقين كاع الشافر كاع السيارات ديال الولايه، اجحاف حقهم واجحاف كبير، لان الناس قرار داروا باش غيوكل صحاب الكاله، قرار صحاب الكاله، فهذا حشوم، هذا سبه القرار ديالنا. ثانيا السياره الصغيره، علاش كنمشيو كل 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 بلايص جهه وحده وكل بلايص عندها لون، كل منطقه عندها لون، علاش؟ كنطالب السيد الوالي انه يتراجع على هذا القرار ديال الفوريان
ويفتح باب الحوار مع الاخوه المهنيين. فكانت الكلمه ديال الاخوان كاملين باش ما نطيحوش في التكرار، غير اللي غير واحد المساله هو ان ملي كنقولوا الفوريان فهو حق مجحف للساكنه قبل من السائقين المهنيين، حيث ملي كتاخذ واحد قرار انك كتدخل سيارات الازرق للفوريان فانك ما كتعاقبش ذاك السائق اللي دار مخالفه، كتعاقب السائق اللي دار المخالفه. والسائق الزميل ديالو اللي كيشتغل معاه في نفس السياره وكاينه سياره الازرق اللي كيكونوا صاحب السياره ما كيشتغلش فيها، كيكونوا فيها جوج سائقين زائد صاحب السياره، زائد كتعاقب واحد 200 ولا 300 مواطن مغربي كانوا غيستعملوا هذيك وسيله نقل ذاك النهار، حتى هما كتعاقبهم ديك المده.